اهلا وسهلا بتم. دير بالك على نفسك. يلا حبيبي. مو تقوم بالليل وتمشي تأذي الأوادم. الله. هلا حمود. هلا ولو. انت مصدوم قاعد تشوف. مصدوم قاعد تشوف السيارة والوضع وكذي وهذا. لحظة خلينا نشوف الليتات طبعا السيارة. شوف بقول لك شغلة جديدة صارت بالكويت هني ويمكن بالعالم كله بعد لازم انت تعرفها. شنو؟ تدري ان في ابلكيشن ويب سايت بالكويت هني وفي شركة كبيرة وايد بالكويت هني اسمها تم. تخيل انت يكون عندك ابلكيشن بتليفونك كل شيء تبي تم. تم سيدة تم. ايه سيدة. سيدة تم. سيدة سيدة هالصوت سيدة. ايه قول تم. تم. من ضمن الاشياء اللي يقدمونها يعني حتى سياره توديك من المطار تاخذك من المطار، المطار هناك الديره اللي بنوصل لها ممكن هي احد ياخذنا هم بعد نفس سبع شركه تبي طائره خاصه. المهم ان تم هو مساعدك الشخصي. تم. مصدوم انت صح؟ والله تم وايد تم وايد جديده بالكويت هني واليوم هي اللي وصلتنا للمطار وان شاء الله راح ترجعنا بعد. وين احصل من تم؟ تم موجودين عندهم ابلكيشن، تم عندهم ويب سايت، تم عندهم ارقام، كل شيء موجود عندكم بالشاشه الحين تقدرون تشوفون كل شيء يخص تم اللي بالكويت واللي برا الكويت يقدرون يتعاملون مع تم. تم مساعدك الشخصي. حبيت تم. تم 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 اسلم حبيبي. الله يحفظكم ان شاء الله. مشكورين. الله يحفظك. السلام عليكم. Daha çok sevgiden değiller yazım. Tut elimden eşki göster onlara. Mən sözler toxuyum şiirler yazım. Üfür nəfəsini toxun onlara. يا هلا مرحبا. شوكم شخباركم طيبين ان شاء الله. كذي نبلش؟ لا مو كذي نبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم خالد سعدور رجع لكم فيديو جديد. اليوم احنا وين؟ الماء والخضرة والوجه الحسن من بعد الهند. احنا وين؟ احنا داخل باكو اذربيجان طبعا. قدامي بحر قزوين والاوضاع نارية. ويلا نبلش بالتصوير الجوي على طول الحين. لازم على طول جوي. حمود كل ما اروح اذربيجان حمود يطلع لي. شنو؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ طال عمرك انا طمقة اذربيجان. اي انت الطمقة مالت اذربيجان. زين هذا راح نضبط اضاءتنا شوية شي عشان يشوفونا عدل. ايوه شي قاعد تشوفون احنا الحين شي قاعد ننور. اساسا نورنا اذربيجان ولا بنور التصوير اللي قبل شوية شفتوه شنو؟ بس نور الشمس. لا تعال تعال شي تعال شي شوف والله الشمس. قبل شوي شنو شفتوا؟ شفتوا فندقنا. احنا ساكنين وين حمود؟ باي فندق؟ اقوى فندق باذربيجان كلها. اهلا وسهلا اخوتي الحلوين والطيبين. فجأة صار ليل داخل الفيديو. تدرون ليش صار ليل؟ لان انا وانا قاعد امنتج لقيت ان انا كني مقصر شويه بالفيديو، فما ابي اكون مقصر بالفيديو. بتكلم معاكم عن الفندق اللي احنا ساكنين فيه. وايد راقي، يعتبر من ارقى الفنادق اللي موجوده داخل باكو، وهو شويه يعني شويه برا برا السيتي. المره اللي طافت انا لما كنت ساكن بدوندل، دوندل كان وسط الشوارع يعني كان مكانه حلو دوندل. تعالوا الحين داخل معاي خلينا نشوف الوضع ونتكلم اكثر بخصوص الفندق وكل شيء يخص الفندق. بنشوف كل شيء داخل الفندق. I want to ask you for one night here how much? 300 manat. How many restaurants here in inside the hotel? Three restaurants. One for breakfast, greenhouse kitchen. Mm-hmm. One by a la carte menu, white city restaurant. Mm-hmm. For European cuisine. Mm-hmm. And the other one is master restaurant. This mm-hmm. Indian restaurant. And there is a spa and there is massage. Yes. And there is only everything. Massage is chargeable. Everything else is free. Mm-hmm. Good. Thank you. What's your name? Esmira. 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 Nice to meet you, Esmira. شفتوا Esmira شنو قالت؟ باي باي. في أذربيجان العملة اسمها منات. 300 منات اللي تكلمت عنها قبل شوي تساوي 53 دينار كويتي على الليلة في هذا الفندق الراقي. الفندق مشكلته شوية غالي، قاعد تعيش أيامك داخل قصر جميل متوفرة كل الخدمات. ممكن أن أنت تقعد بالفندق راح تستانس وتعيش عيشة حلوة. العشرة منات أخوة الحلوين دينار 800، 6 دولار 5 يورو. العشرة منات 431 روبية.
أخوة الحلوين هناك أكبر مسطح مائي مالح اللي هو بحر قزوين. أنا هذه غرفتي. هذه غرفتي شوفوا كان. في واحد مختفي معاي موجود معاي بالسفر بس مختفي ما أدري وينه. طحت عليه هني قاعد ما أدري إيش قاعد يسوي. وين مختفي؟ جوعان. جوعان. شنو إيش قاعد طالع؟ والله قاعد طالع الأكل عندهم المناطق اللي عندهم شيء يخرع. والله صدق؟ والله العظيم والله أكل صجي أكل أكل. لا لا يعني أكل تأكل أكل أنت فاهم؟ تكون جوعان. مو تأكل أكل لا أكل أكل. ومرات بأشكال مختلفة ألوان حلوة. في شغلة سيئة في الفندق راح أقول لكم إياها بعد شوي. أربع طوابق. هيك كم غرفة فيه؟ 500,000,000,000 غرفة. عود عود. وفيك خير اطلب طلب. لا 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 اطلب لا اطلب 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 يا باكر يوصل لك. المشكلة انه لما تطلب من تطلب مطعم تطلب اي شيء اي شيء يطول يعني ما يجيك على طول. والحين راح اصدمكم شوفوا الممرات ايش طولها. اكيد اللي ساكن في الفندق كان يعاني من الممرات الطويلة. 4 كيلو عشان اوصل غرفتك. في شيء ما تدري عنه. شنو؟ هذاني ان شاء الله ترى. تقدر تاخذك فيه وتروح فيه. اوه وعمي طالع طلع في باب. طلع في باب. والله شوف. تفضل. شكرا. اخر شيء بيبان سريه. في اسرار بالفندق هذا. في سر كبير. مو شو يسوون لما يوصلون غرفه المصاري شيء يسوون؟ اول شيء تيجي جرب الفراش اللي تحت. هذا اول شيء لازم نسوي اول ما ادش الفندق نجرب الفراش. لا زين زين الدنيا زين. الغرفه حلوه يعني حق خوش طيب. والله خوش طيب حق شخصين يعني. لا طيب خوش. فيها ديسكتوب حق المونتاج انا حاط لابتوبي. فيها حلوه الغرفه. لا خوش طيب. بس المشكله الوحيده اللي قلت لكم عنها انه اذا بدك تطلب شيء يجيك بعد سنه. لا خوش خوش. لا خوش خوش والله خوش خوش. Stay down to the ground. لطيح. جمهورية أذربيجان الجميلة اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي وتفككت سنة 90. هذه الجمهورية الجميلة اللي تو انفتح فيها السياحة. أنا وايد أحب هذه الديرة وايد أحب أزورها. جو الديرة هذه أنا وايد أحبه. جوها وايد حلو حتى بالصيف. جوها غريب يعني تحسون إنه كنا مو صيف. 86 كيلو متر حجم هذه الديرة العجيبة. أكبر من الكويت بوايد. كبر الإمارات كبر عمان تقريبا. فيها جبال فيها طبيعة فيها حتى مقناص. اللي يحبون المقناص أهل المقناص يقدرون يسوون هني. هي واحدة من الست دول التركية المتفككة. لغتهم أذرية شوية فيها فارسي. لا هم شوف وايد لغتهم قريبة من إيه؟ تركية. زين وقريبه من الروسيه وقريبه من شوف تتخيل ها إيه؟ روسيه وتركيه وايرانيه واذريه. ايسم يا شكل جل الصلاه جسترم اشلار طلال خاطر عندي الله نريد سن ايسم. شيخ عايش ليا اخشام شكايت اتمن بو دفا دشمي السكار كده